مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج المرأة. طالب مشاغب، ثرثار، عصبي، غبي، هذه الصفات التي نسمعها عندما نتكلم عن طفل ذي صعوبات تعليمية. أمام المرآة اليوم العسر التعليمي، مصطلح برز بقوة في السنوات الأخيرة في المدارس العربية داخل إسرائيل، يتداوله الأهالي والطلاب والمختصون. العسر التعليمي عبارة عن صعوبات لها خلفية عصبية تعرقل القدرة التعليمية وحتى أحيانا القدرة في ممارسة المهام اليومية، إلا أن هذه الصعوبات لا تعكس قدرات الطالب الحقيقية أو تمكنه من تنفيذ مهام في مجالات مختلفة في حياته. كيف تتم معالجة أو التعامل مع هذه المصاعب داخل المجتمع العربي؟ هل المدارس العربية والمدرسون لديهم الوعي الكافي للتعامل مع صعوبات هذه الطلاب؟ ما هو دور الوالدين في حالات كهذه؟ ما هو دور المجتمع؟ على من يقع التقصير في معالجة هذه المصاعب؟ لماذا طرق التعامل مع هذه المصاعب متطورة أكثر لدى المجتمع اليهودي داخل إسرائيل مقارنة مع العربي؟ سنناقش هذه المحاور وأكثر بعد مشاهدة التقرير الوثائقي من إعداد وإخراج قاسم خطيبة. كانت تعزف، تعمل على حاسوبها الخاص، تقرأ، تحضن دميتها المفضلة، تضحك وتنضح بالحياة، بعكس الصورة النمطية لمن يعانون من العسر التعليمي. الإحباط والاكتئاب وفقدان الثقة بالنفس لم يكنا جزءا من شخصية دانا ابنة 16 ربيعا. في بيتها المتواضع في كفركنة أو قان الجليل كانت تتنقل من مكان لآخر، تسيطر على الأجواء وتزرع الابتسامة في كل زاوية من زوايا البيت. أول شيء أنا عندي عسر قرائي وعسر كتابي وزيادة وقت. عندي بعسر قرائي أني أنا بصف الثالث كنت مع المدير، قال لأمي، قال إنه بنتك وجهيها كذا كذا لحدا، وطلع إنه عندي عسر قرائي لأني أنا كانش عندي القدرة أقرأ مثل غيري، كنت بطيئة أو مرات كنت مثلا الحروف كانت صعبة علي إني أقرأها، عارفش كيف كانت هاي، كنت كان بعقلي إشي الكلمة تطلع مني إشي ثاني هيك إشي. والعسر الكتابي، إذا أنت عندك عسر قراءة بصير عندك عسر كتابي، لأن إذا أنت بتعرف تقرأ أنت بتعرف تكتب، عملياً الكلمة تنسخ بعقلك ورح تعرف تكتبها مرتين ثلاث، ماذا أنت قريتها غلط رح تنسخ بعقلك غلط ورح تكون عندك عسر القراءة. مشكلة دانا اكتشفت في مرحلة مبكرة نسبية والدتها التي عملت على تدريسها بشكل يومي لاحظت أن نتائج الامتحانات في المدرسة لا تلائم نتائج الامتحانات ذاتها في البيت، وأن هذه النتائج لا تتلائم مع الجهد والتعب المبذولين في البيت. أنا دانا كنت أدرسها، بس تروح للمدرسة بدرسها، كان عند أدرسها دروسها بس أكون قاعدة حدها، كنت أدرسها للامتحانات وتكون فاهم المادة، فاهميتها منيح، يعني أنا أكون متوقع أنها بتجيب علامة كاملة. لما تروح دانا بتعمل الامتحان بتروح عليا جايبة 80 جاج، 80 85، أنا بنجن، بمسك الامتحان بعود أقولها دانا حل الامتحان، لما بمسك الامتحان بقولها حل الامتحان بعود تجيب علامة كاملة. كنت أتضايق، كنت أقول لمحمود، أقول له طب محمود، طب ما البنت دارسة وأنا مدرسيتها وفاهم المادة منيح، طب ليش يعني عندي بتاخذ 100 بالدار وبالصف غالب بتجيب هاي العلامات؟ يعني بنت بصف الثالث 80 علامة 80 مش العلامة يعني. لا عادي، مش أي جنس الحرج، لا هاي مش إشي عيبة ومش مرض لا سمح الله، حالة هاي. والدا دانا اصطحباها إلى خبير نفسي على نفقتهما الخاصة. البرامج التعليمية الخاصة والمعلمة المرافقة والدورات الإضافية كانت هي أيضا على نفقة الأهل. يمنى ومحمود عملا كل في وظيفته، ومعا استطاعا توفير الموارد المالية المطلوبة لمساعدة دانا. شخصية دانا من جانبها دفعت جهود والديها نحو النجاح، وفي الفصل الدراسي الأخير كانت دانا بين الطالبات والطلاب المتفوقين في الصف. أول إشي أنا بستحيش إذا عندي عسر تعليمي، أنا مستعد أقف من نص البلد وأحكي إنه عندي عسر تعليمي. أنا أول ما فتت على مدرسة جديدة غرناطة كان عندنا حصة عبراني،
كنت قاعدة بصف تاسع، هذا الحكي. كنت قاعدة الشقة الثانية ورا المعلمة بأكم من طاولة. قالت لي المعلمة اقرأ الدرس العبراني، وأنا بالعربي يا موت أقرأ كيف العبراني. فصفنت فيها شوي وصفنت بالحولاي، أنا جديدة بصفن يعني. قام تقول لي مالك اقرأ يا دانا. صفنت هيك فيها كمان مرة، يوم وقفت عن كرسية وقلت لهن أنا بدي أحكي لكم شغلة، أنا عندي عسر تعليمي وعندي مشكلة بالقراءة وبدي تتقبلوا الأمر زي ما أنا بتقبلته. وبالفعل قالت معلمي فيش مشكلة والصف تقبل، وأنا بلشت أقرأ مع أني تشربكت كثير بالقراءة، بس ما كانش عندي يعني هالخوف لأنه أنا ما عندي شيء أستحي منه. أنا يعني عندي عسر تعليمي، عادي عندي عسر تعليمي يعني مشكلة بالتعليمية، بس هاي يعني أنا اللي عندي إياه أنت بتملتلكوش، يعني أنا اللي عندي إياه بشخصيتي أنت ما عندكش إياه. أصريت وكنت أواجه مشاكل كثير بالمدرسة، لأنه إحنا يعني للأسف الشديد بعد المدرسة والمعلمين مش واعيين لوضع إيش يعني بنت عندها لكل مدى. هن بيقول البنت عندها لكل مدى، أنا بحكيش بس كمان على بنتي، على الأولاد كلها والله، بس إنهم ما يعطوهم الإشي يعني المتئم لإلهم. كملت صف سادس هون تجرجر، وأنا كل الوقت بنقشات وكان علي صعب، ما كانش تاخذ كفيه لازم. كان البنت كانت تحس حالها يعني زي إنها زي منبوذة، زي إنه يعني أنت يعني إحنا مش مكلفين فيك. عند الحديث عن العسر التعليمي فالمقصود هو أربع مشاكل مركزية: صعوبات القراءة وصعوبات الكتابة والصعوبات الحسابية واضطرابات الانتباه والتركيز. عادة لا تبدأ عمليات الفحص والتشخيص قبل أن يصل الطالب إلى الصف الثالث، والموضوع مرتبط بإعطاء الفرصة للطالب للتغلب على المصاعب في التأقلم للعملية التعليمية ولمواد الدراسة قبل الجزم بأن مشاكل الطالب نابعة من عسر تعليمي. عسر تعلمي هو معرف على أنه مشاكل أو صعوبات نيورولوجية موجودة في الدماغ اللي ما بتمكن الشخص اللي عنده هاي الصعوبات إنه يستوعب البيئة اللي حواليه، وبالذات المواد التعليمية اللي بيصادف إنه يواجهها في المدرسة أو في حياته اليومية بشكل زي ما أي شخص تاني ما عنده هاي الصعوبات. يعني هي كمان مرة إذا بدنا نوضح أكتر، هي مشاكل في جهاز الأعصاب، في كيفية عمل جهاز الأعصاب اللي ما بتمكن الشخص يفهم ويستوعب المواد التعليمية بنفس الطريقة اللي شخص ثاني عنده ما عنده هاي المشاكل. لا توجد إحصاءات دقيقة حول عدد الطلاب العربي في إسرائيل الذين يعانون من مشاكل العسر التعليمي. حسب أدوات القياس الدولية فإن نسبة السكان الذين يعانون من هذه المشاكل يصل من 10 إلى 15% من مجمل عدد السكان. وفق أدوات وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية فإن هذه النسبة لا تتجاوز 4%، وفي كلا الحالتين عند الحديث عن أن عدد الطلاب العرب في الصفوف الرابعة إلى الثانية عشرة يصل إلى 300,000 طالب، فإن عدد الطلاب العرب ممن يعانون من هذه المشكلة في أحسن الأحوال يقف عند 12,000 طالب، وفي أسوأ الأحوال يصل إلى 45,000 حالة. نسبة الأشخاص من العسر التعلمي هي كبيرة جدا، ولكن هنالك افتقار لأطر تشخيصية لهاي الشريحة، وأيضا هنالك افتقار يعني للأطر المناسبة اللي تقدر تحتوي هذا الشخص. فعشان هيك يعني هنالك بعض الحالات اللي أشخاص يعني بنخرطوا بأطر اللي هي غير مناسبة، وبتم التشخيص بمرحلة متأخرة يعني بجيل متأخر، وهذا الإشي بيؤدي إنه الشخص هذا يخسر فرصته وحقه في التعليم.
وفق بعض الدراسات التي أعدت في جامعة حيفا، هناك نقص ب 700 مشخص مهني عربي في المدارس العربية في إسرائيل مقارنة بالمدارس اليهودية. المؤسسات الأكاديمية في إسرائيل تخرج سنوياً ما بين 25 إلى 30 مشخصاً، ما يعني أن هناك حاجة إلى 23 عاماً إذا بقيت أعداد الطلاب العرب ثابتة لسد العجز. الطاقة القصوى للكوادر الأكاديمية في الجامعات الإسرائيلية قد تسمح بمضاعفة هذا العدد إذا ما كانت هناك خطة حكومية معدة ومدروسة مسبقاً، ما يعني حينها أن هناك حاجة إلى ما بين 12 عاماً إلى 15 عاماً لسد النقص المطلوب في المشخصين المهنيين ولردم الهوة مع المدارس اليهودية في إسرائيل. بالمقابل، الأدوات المطلوبة لهؤلاء المختصين آخذة بالتطور نسبياً وإن كانت غير مكتملة وبطيئة. في تغييرات واضحة عم بتكون في مجال التقييمات نفسها، في مجال مهنية الأدوات اللي عم بيستعملها الأخصائي النفسي اليوم، في تطور ملحوظ. طبعاً التطور مش كافي، بعد في لوين نوصل وبعد في إيش نحقق. يعني مثلاً أنا بقدر أحكي لك إنه في السنة ونص سنتين الماضيات طلع أول تقييم أداة تقييمي بالعربي، طبعاً طلعت أداة قبلها اللي هي من سنوات السبعين أو بآخر الستينات، طلعت أداة اللي هي فيها تقنين، فيها نورموت للوسط العربي، والأخصائيين النفسيين من سنوات السبعينات لليوم بعدين بيستعملوا نفس العلامات، مع العلم أنه في تغييرات هائلة صارت من وقتها لليوم. قبل سنة ونص سنتين طلعت أداة جديدة اللي هي الويسك 4، اللي هي مع تقنين حديث للوسط العربي اللي اليوم ممكن الأخصائي النفسي يستعملها ويعتمد عليها. من شرفة منزلها في كفر كنا نظرت دانا إلى المناظر الطبيعية الممتدة أمام بيتها. هناك على رأس الجبل أطلت مجموعة من البيوت التي لا تشبه بيوت قريتها. حي هاريونا أقيم على أراضي القرية المصادرة لمصلحة الناصرة العليا أو الناصرة اليهودية. شكل البنايات وشوارع الحي الواسعة ليس الفروق الأساسية بين كفر كنا والبلدات العربية في إسرائيل وبين الناصرة العليا والمدن اليهودية والمجتمع اليهودي فيها. التصريح الرسمي المقدم في المدارس الثانوية اليهودية لتسهيلات نابعة من تعثر تعليمي تصل إلى ما يقارب من 24% من مجمل الطلاب اليهود المتقدمين إلى امتحانات الثانوية العامة البيجروت. النسبة عند الطلاب العرب تقف عند ما يقارب 6%، أي ربع النسبة مقارنة بالطلاب اليهود. كان إحصائية بتقول إنه نسبة الاستثمار في الطالب العربي هي أقل ب 37% مع الطالب الغير عربي. هاي بنحكي على الطالب التقليدي، فما بالك الطالب من ذوي التحديات أو اللي عنده عسر تعلمي. مقارنة بالوضع القائم لدى المجتمع اليهودي في إسرائيل، فإن نسب التشخيص في المجتمع العربي فيها متدنية جدا. هناك ضعف حاد في مهنية هذه التشخيصات لعدم وجود تأهيل صحيح وكاف ومناسب للمشخصين العاملين في هذا المجال. الطلاب المشخصون لا يأخذون العلاجات الصحيحة لغياب أعداد كافية من المهنيين والأخصائيين العرب للتعاطي مع هذه المشاكل. يعني أنا لما بتعلم لغة في المدرسة أنا بحكي بتعلم اللغة الفصحى، ولكن لما بحكي معك في اليوم يوم أو بحكي مع أقارب أو أصدقاء أنا ما بحكي باللغة اللي بقرأ فيها أو بكتب فيها بالمدرسة. ففي اختلاف شامل، في اختلاف تام للغتين. بالرغم من كل هذه الإشكاليات وبالرغم من المضايقات التي تعرضت لها دانا، إلا أنها تبدو نموذجاً غير عادي لإمكانية معالجة مشاكل العسر التعليمي في حالة وجود التشخيص المناسب في مرحلة مبكرة، ووجود الإمكانيات المادية المطلوبة لتوفير الحلول، ووجود أطر رسمية متفهمة للإحتياجات الخاصة. دانا هي واحدة من أنشط الطالبات اجتماعياً في محيطها، عضو فاعلة في سرية الكشاف المحلية في القرية، وتعيش حالة أشبه بالعشق مع المنظمة الكشفية ونشاطاتها، غير أن ابتسامتها الدائمة وقدرتها على التأثير في محيطها ولفت الأنظار والوعي الكامل لحالتها ولنقاط قوتها وتميزها
يضعها نموذجا لأهالي الأطفال الذين يعانون من عسر التعليم بين الفلسطينيين داخل إسرائيل. أنا دهنا محمود صبيح، كيف اسمي الكامل، أما أنا شخصية مميزة بالنسبة لإلي وأظن بالنسبة لغيري. أنا عندي كثير شغلات حلوة وبطمح لحياتي، بطمح دائماً أنه أسوي أشياء بحياتي، وبحبش أنه إذا تسكر باب وجهي خلص أقول كل أبواب تسكرت ما ظلش عندي إشي أفقد الأمل. بالعكس أنا بنيت أنه عندي الأمل وعندي أشياء بشخصيتي كثير حلوة، ومن هاي الأشياء اكتشفتها بعد ما عرفت أنه أنا عندي عسر تعليمي. ومع هذا الأمل نخرج لفاصل قصير ومن ثم نعود لمناقشة هذا الموضوع مع ضيوفي في الاستوديو، تابعونا. مع تفاخم الملفات تشتعل الشبكة، مغردون ومعلقون وشاشات صغيرة، والجميع سواسية، مواطنون ومسؤولون، وفقط هنا الفضاء متاح والنقاش مباح. حديث الشبكة يأتيكم في الأوقات التالية. لكل خبر سياسي خلفية اقتصادية، ووراء كل قرار ركيزة مالية، وفي كل ملف مصالح مادية، سياسة واقتصاد وأسواق بالمرصاد، حروب ونزاعات، سلع وابتكارات، وبين هذا وذاك مواطن أو مستهلك في وجه التداعيات. ملفات اقتصادية يأتيكم في الأوقات التالية. لكل فعل رد فعل، ولكل قرار سياسي أو قضائي تداعيات وتأثير في الشارع الإسرائيلي. هي سياسات تبلور الرأي العام وتحدد أحياناً المواقف الدولية. نقترب من القرارات وصناعها كما نعالج انعكاساتها. سياسات داخلية، برنامج يبحث في عمق الخبر وينقل نبض الحلبة السياسية. يأتيكم في الأوقات التالية. عندما تلتقي السياسة بالرياضة تختلط الأوراق، فمتخذ القرار يصوب ليسجل هدفا سياسيا، والرياضي يحاول النأي بنفسه عن كل ما هو سياسي، والواقع أقوى من هذا أو ذاك، فلا مناص من المزج بينهما. خط التماس، برنامج رياضي بنكهة مختلفة يفتح لكم أبوابا لم تفتح من قبل. سياسات تبلور في أروقة دول عظمى، نتابع تداعياتها في دول مختلفة، أحداث آنية نخوض في عمقها ونعود إلى أساس تاريخها، نعرج على أبرز الأحداث السياسية والثقافية والبرلمانية، كما نسلط الضوء على سطوع وجه نجم الأسبوع. في مدار الأسبوع ننقل ما لم ينقل في منابر الإعلام. مدار الأسبوع مع مهند نبيل يأتيكم في الأوقات التالية. ما بين الرأي والرأي الآخر رواية مختلفة، وعندما نفتح طاولة النقاش تبدأ معركة الكبار. نطرح وجهات النظر ونختلف حولها، وحينما يشتد الحوار تكتمل الصورة. المناظرة اليومية فقط على شاشة i24 News. قضايا سياسية تسطر في صحف مختلفة، نسلط الضوء على عناوينها ونقرأ في ثناياها، نكشف ما بين السطور ونخوض في أبعادها، نقف على الحقائق ونحلل ما وراءها. العدد الأخير يجمل لكم ما تحويه الصحف في جعبتها. من صفحات الحكاية تنبثق مقاصد سياسية، الفن أولاً أم المال؟ وجوه سياسية بأقنعة شعبية، عن هويات الأفكار وعن أماكن بلا هويات، عن أساطير الأبطال وعن بطل بلا أسطورة. الملتقى الثقافي يأتيكم في الأوقات التالية. مضيق تحت التهديد وجار تحت الوعيد، مجلس تعاون منقسم، ناطحات سحاب وإعادة حساب.
خليج الحرمين وحرب القطبين، فضائيات تتعقب ودول عظمى تترقب. عين على الخليج يأتيكم في الأوقات التالية. مرحبا بكم من جديد في حلقة اليوم من برنامج المرآة. سنتحدث عن العسر التعلمي داخل المجتمع العربي وكيفية معالجته أو التعامل معه. والآن أرحب بضيوفي في استوديو يسرى عبد الغني، أخصائية ومعالجة العسر التعليمي، نائلة تلس أبو شقرة، مشخصة ومرشدة تربوية، وعلي سرحان، طالب يعاني من العسر التعلمي. مرحبا بكم. بداية سأبدأ معك أستاذة نائلة، يريد تشرحي لنا بداية، يعني العسر التعلمي هو عنوان كبير ومجال بحد ذاته وفي طياته الكثير من المصاعب. يريد بداية نعمل ترتيب معين مع هذا المصطلح. صراحة صعوبات التعلم هي يعني تتشكل أو تتكون من كثير من الصعوبات. خلينا نقول من بداية من صعوبات التعلم اللي هي بتتمركز بصعوبات كيف ذكر التقرير، هي على أساس عصبي تطوري، اللي هي بتتركز في المجال التعليمي اللي هو العسر القراءي، العسر الكتابي، العسر في الحساب. فإحنا بنحكي عن صعوبات مختلفة اللي ممكن ترافقها عدد من الصعوبات، مثل صعوبات في الانتباه والتركيز، صعوبات في الانتباه لحاله مع صعوبات في الحركة الزائدة. يعني إحنا بنحكي عن مجال كبير في الصعوبات، غير إنه إحنا بنحكي عن صعوبات مرافقة للعسر التعلمي. يعني ممكن أنا بشغلي كمشخصة تربوية أشخص طالب اللي هو ممكن عنده عسر قرائي بدون لا يكون عنده لا إفراط في الحركة ولا صعوبات بالتركيز ولا عنده صعوبات في الذاكرة، ولا إحنا بنحكي عن صعوبات اللي هي خاصة مثلا في القراءة. ولكن ممكن أشخص طالب آخر اللي هو عنده صعوبات في القراءة أو صعوبات في الحساب أو صعوبات في الكتابة، ولكن عنده فرط حركة، عنده صعوبات في الإصغاء والتركيز، عنده حركة زائدة. فإحنا بنحكي عن صعوبات مختلفة اللي هي ممكن تكون مرافق لإلها صعوبات. بالإضافة لأنه أنا بدأ أقول مهم، يعني معلومة مهمة بالنسبة للصعوبات، صعوبات التعلم هي كيف بيقولوها قوس من الصعوبات. هذا القوس ممكن يكون بيبدأ من صعب جدا أو بيبدأ من سهل جدا لصعب جدا، وهذا بتعلق ب رحين نحكي عن البيئة الداعمة، بتعلق كيف الإنسان بتعامل مع صعوبة معاملتها ومعالجتها. ولكن نحكي عن إحنا فجوة بين القدرات الذهنية تبعت الإنسان أو الطالب وبين أدائه وترجمتها على الأرض الواقع من ناحية تعليمية. هاي الفجوة هي اللي بتحدد كديش مدى الصعوبة عند اللي بيعاني من العسر التعلمي. يسرى، كيف بإمكاننا أن نعالج هذه الفجوة؟ بداية أنت مدرسة وأيضا مدرسة علي، وتقومي في مساعدته في تخطي هذه المصاعب. كيف بالفعل تتم معالجة هذه أو التعامل مع هذه المصاعب؟ أول شيء شكراً لكم أنكم دعيتونا بهذا البرنامج وبداية السنة الدراسية، لأنه بداية السنة الدراسية في كثير أهالي اللي بتعرفش كيف تتعامل مع أولادها اللي عندهم عسر تعليمي، بعرفوش وين يروحوا، بعرفوش وين يتوجهوا. شكراً لكم، لأنه كثير كثير من الأهالي اتصلوا لي وهن مش عارفين شو بدهن يعملوا شو بدهن يساو. كيف إحنا منعالج الأولاد اللي عندهم عسر تعليمي؟ بصراحة في عنا أشياء اللي منقدر إحنا ننتبه لها للولد قبل ما يفوت المدرسة، اللي هي بتضوي عنا ضي أحمر. أنا بدور كأم أو بدور معلمة روضة أو بدور معلمة بستان، لما الولد بيجي عندي مخارج الحروف عنده أغلبها مش سليمة 100%، هذا لازم يضوي عند ضي أحمر، يقول لي مثلا في الولد إنه لازم له إشي. مثلا لما أنا بحكي للولد روح جيب هذيك الشغلة ويبقى صافن في الولد ومش عارف شو بدي يجيب. لما
أنا بحكي وهو بتطلع فيه ومش عارف، يعني بكون في عنده أحلام اليقظة، أو بالصف قاعد ومش المعلمة بتشرح وفي عنده هو عالمه الخاص، يعني بتطلع على المعلم وبصافن، هاي بيقولوا لها أحلام اليقظة. إسا إحنا هذا لازم يضوي عنا ضي أحمر، يعني قبل المدرسة وبالمدرسة. لما أنا بشوف الطالب بتخربط بكثير شغلات، مثلاً طالب عمال أنا بنقله، ماذا تفعلين في هذه المرحلة؟ هل تتوجهي إلى الأهل، إلى أهالي الطلاب؟ أنا بدوري كمعلم معلوم إن أنا بتوجه لأهالي الطلاب، أنا بتصل، أنا بعمل اتصالي، أنا بحكي للأهالي إنه الولد عندي في عنده عسر تعليمي، شو لازم أساوي معاه، شو لازم أعمل معاه. أيضا سنتكلم أكثر حول بالفعل معالجة هذه المصاعب بالأخص داخل المجتمع العربي، لكن قبل ذلك سأتوجه إليك علي، احكي لنا عن المصاعب اللي أنت بتواجهها في المدرسة مثلا. يعني أنا مرات لما بيعطوني أقرأ إشي أو إنه أجاوب على أي إشي، مرات بستصعب أقرأها من التشكيل أو من التنوين أو من هاي الشغلات، ومن صعوبات كثير. مين عرف إنه عندك مشكلة؟ أهلي. أهلك، وأهلك توجهوا للمدرسة أو للمعلمة أو؟ لا، للمعلمين. ويسرى أنت تدرسي علي وتعلمينه يعني الطرق لمعالجة أو للتعامل أو للتعايش مع هذه المصاعب، ما هي بالفعل يعني ما هي الطرق أو التمارين، طرق العلاج؟ طرق العلاج للأولاد ذوي العسر التعليمي مش طرق، مش زي كيف المعلم لما بيجي بفوت بشرح بالصف. لما إحنا بيجي عندنا ولد عنده عسر تعليمي، أول إشي بناخذ التشخيص تبع اللي بكون معه، التشخيص اللي بكون معه بدلنا بقولنا إن إحنا شو نشتغل مع الأولاد. في أولاد بكون عندهم مثلا في عندنا التمييز السمعي والتمييز البصري، في أولاد بكون عندهم مشكلة مثلا بالتمييز السمعي، مثلا الأحرف المتشابهة لفظا بيجوا بيعرفوش وين شو يكتبوها، بتخربطوا فيها. في أولاد عندهم بكون بالتمييز البصري، بكون عندهم الكتابة صعبة عليهم كثير، والقراءة كمان بكون صعبة عليهم كثير. عندنا عمليتين، إحنا عملية إن إحنا الكتابة هي من الكتاب، ان احنا من بعقلنا بنطلع من عقلنا بنكتب على الورقه، والقراءه من الورقه احنا بنفوت لعقلنا. بدنا نعرف احنا حسب التشخيص اللي بكون معنا شو نشتغل مع الاولاد. انا بصراحه متبعه مع الاولاد شطات رفيف اللي تعلمتها بجامعه طريقه رفيف معالجه اللي هي فيها الولد بنطونا استراتيجيات اللي نساعد الولد كيف يطلع الضغط اللي عنده. مثلا بيجي عندي انا مثلا ولد عنده عسر تعليمي، وانا اعلمه بكون يكتب مثلا هو بايده اليمين، بنطيه معجون يمسكها يشتغل فيها بايده اليسار، بهاي الايد هاي الحركه هو بطلع الضغط، مش حرير لاحظ بتركز. نعم، يخرج الكتابه تبعته، يخرج الطاقه تبعته عن طريق المعجون. نعم، بتركز بالنقطه تبعته، بكون عنده الكتابه والقراءه اسهل. نائلة، يعني أريد أن نتكلم أكثر حول معالجة أو التعامل مع هذه المصاعب داخل المجتمع العربي. يعني نحن نسمع الكثير من الصفات، يقولون للطالب أنه غبي وثرثار وعصبي ولديه الكثير من المشاكل ومن الصعب أن نتعامل معه. لماذا داخل مجتمعنا العربي لا يوجد لدينا الوعي الكافي لهذه المصاعب؟ أو حتى أكثر من ذلك، أنا سأقول لك نائلة، يعني حتى أعتقد حسب ما أرى بأننا لا نعتبر هذه المصاعب أصلا كمشكلة أو يعني كعائق، وإنما حتى سمعناها كثير دلع أو أمراض جديدة. طبعا رنين، يعني احنا بنحكي عن تفاوت في الاستيعاب هاي المشكله بمجتمعنا العربي. طبعا في عنا خلينا نقول شريحه معينه اللي هي في عندها وعي، وفي شرائح اللي هي فيها تفاوت في الوعي وادراك هاي المشكله. هاي المشكله هي حتى في عنا معلمين، يعني انا واجهت في ارشادي للمعلمين
وبشغلي بالتشخيص كمعلمة وكمرشدة تربوية إنه حتى معلمين مؤهلين في كليات وهم مش واعيين ولا مدركين إنه هناك في صعوبات لولد اللي هو مش بإيده، يعني هو مش بتدلع ولا هو عنده يعني بده يعمل يشاغب لأنه بده يستفز. يعني أحياناً المعلم بفسر إنه هذا الطالب بده يستفزني، هو بأخذ الأمور شخصية، مشاغب بوصفه بأوصاف اللي هي جداً صعبة، والطالب فجوات يعني الفشل المتكرر وعدم فهمه. يعني احنا عدم فهمه، يعني احنا بنحكي عن طالب اللي هو فات بمرحلة البستان. احيانا انا بقول لك رنين احنا عندنا مشكلة بصعوبات التعلم بتظهر بمراحل عمرية مختلفة. يعني مثلا بصف الثالث في عندنا قفزة في الإدراكات، وحتى في المنهاج التعليمي هاي الفجوة. احيانا ولد بيكون بصف الثاني امه بتيجي بتقول انه هذا الولد كان ممتاز، هسا هو صار جيل 60. يعني فإحنا بنحكيهم كمان بالسابع في عنا فجوة بين الابتدائي والإعدادي، كمان بالعاشر. فهاي المنهاج لما بصير في إدراكات عالية في طبعا متطلبات المنهاج التعليمي بيكون في بحاجة لإدراك عالي، تفكير عالي، تحليل، تركيب. إحنا بنحكي عن المهارات الذهنية العالية، هون تبدأ تظهر الصعوبات. إذا بيكونش صعوبات ظهرت من زمان لما في مثلا اهلي بيكونوا واعيين. اذا بودي انا مثلا طالب اذا طالب مثلا بحب اشدد على هاي النقطه انه احنا بصف ثاني والولد بدا يستوعب الاشياء ببطء، البطء الشديد، ابني بنسى، بودي يشتري بنسى، ابني مثلا ببعثر شغلاته، ابني خلينا نقول متبعثر، فيش عنده تنظيم. في مؤشرات كيف حكت الست يسرى، في مؤشرات كثير ممكن تأشر لي لأنا كأهل وإحنا كمهنيين. ولكن بمجتمعنا العربي أنا بحب أقول لك إحنا مثلا أنا كأكاديمية بروح تطوع لمحاضرات توعية على إنه إحنا موضوع إحنا عنا مشكلة اللي نسبها هي تتعدى يعني نسب هائلة. طبعية من المدرسين، الأهالي، المجتمع. يعني نحن نتكلم عن عمل، يعني احنا يعني واجبنا المهني، واجبنا الأكاديمي ان احنا نوعي كمان المعلمين، احنا انا بالكلية كمان المعلمين وكمان الشرائح المجتمع العادي. انا بروح انا بعمل محاضرات لأمهات عادية ولآباء عاديين حتى عن جد يحسوا كديش مهم ان احنا كأهالي ندرك قدرات ابننا. لانه كثير اولاد لما انا بصراحة يعني بدي اشاركك بتجربة، تفضلي. كان طالب بصف التاسع وانا بعمل له تشخيص، والطالب بكله أنا يعني إحنا بنفحص عدة مهارات ذهنية خلال التشخيص، منها التفكير الغير كلامي اللي هو فيه بفحص نوع من الذكاء. فالطالب جاب علامات، جاب نقاط عالية جدا، فبكله أنا أنت عندك أنت طالب عندك قدرات عالية. له بكل بجاوبني جواب مؤلم وأنا لحد الآن بتقشعر بدني لما بسمع، بكل أنا طول الوقت كانوا يقولوا عني ولد غبي. يعني لما بتحسي انه احنا بنشتغل مثلا مع طالب بصف السابع ما كانش يعرف الحروف، وفجاه بصف السابع احنا يعني انا بعطي ارشاد لمعلمين انه كيف ممكن نعطي استراتيجيات للتدريس. هسه بتحكي عنها ست يسرى كيف ما احنا نعالج مصير الطالب. فبكل انا شفت العالم، انا صرت شفت النور. جمل احيانا بتقطع قلبك، احيانا تثلج صدرك لما انت بتعطي الطالب انه بالفعل. زي ما هسه بده يحكي لنا عمر عن تجربته، علي. علي بده يحكي لنا عن تجربته قديش هو بالفعل. يعني انت تضمن وتساعد مستقبل هذا الطالب، لكن ما مصير الطالب الذي لا يحظى الى يعني هذا النوع الدعم. من الدعم والمعالجه والتعامل. يعني هل نستطيع القول بأن يعني نحن نقضي على مستقبله؟ صراحة حتى الأبحاث رنين، الأبحاث عالميا وحتى أبحاث يعني كل الباحثين أجمعوا على أنه كثير من أولاد بعصر تعلم اللي ما أخذوش الدعم والبيئة المحيط الداعم، من كان من ناحية أهل وإن كان من ناحية مؤسسات، هم في يعني بروحوا لمنح الإجرام. خلينا نقول حتى في السجون عملوا أبحاث لقيوا إنه هذول خلينا نقول اللي مجرمين هم بالسجون أو اللي خالفوا القانون هم كانوا معالجتهم بطريقة صحيحة، كانوا يعني. فإحنا بنحكي عن فشل مستمر بدون دعم يؤدي إلى طبعا يؤثر على مستقبل وجيل مستقبله صحيح. جدا وجيل صحيح. كامل صحيح علي.
احكي لنا اكثر عن ايش بتواجه بالمدرسه. انا عندي صعوبات بالتنوين وبالفتح وبالاحرف وبالقراءه، ومرات لما اكتب املا بتخربط بين الاحرف، مثلا زي الصاد بكتبها سين، زي الطاء بكتبها تاء. هاي الصعوبات. واجهت صعوبات مع اصدقائك في الصف في المدرسه؟ لا، ما كانش في صعوبات. تقبلوك؟ لا، كانوا يتقبلوني. وفي بس لا يعني حكيت لكم من شخص عندي مع اصحابي يعني انه عندي هاي الصعوبات. تعلم يسرى. نعم. يعني انت ايضا مرشدة ومدرسة وتتعاملي مع هذه المصاعب، وأنت أيضا أم كما قلت لي قبل البرنامج، أنت أيضا أم لطفل يعاني أو يواجه هذه المصاعب. ماذا تمر الأم أو ماذا يمر الوالدين؟ بصراحة إسا أنا بدي أحكيك قبل، مش إسا أنا كأني معالجة، بدي أحكيك شو كنت أحس كأمي. قبل ما أتعلم أنا الموضوع، قبل ما أصير معالجة للولد اللي عندي عسر تعليم. أنا اللي خلاني ودفعني إن أنا أروح أتعلم هذا الموضوع هو ابني. لما كنت أقعد حديه بس يروح من المدرسة بدي أدرسه بدي أكتبه، بصراحة مش عارفة شو أعمل معاه. بأخذ معاي مثلا نقول أخوه، بأخذ معاي وقت إن أنا أدرسه نص ساعة بينما هو ثلاث ساعات. صحيح إنه هو يجيب علامة 100، بس في فرق الوقت اللي أنا أعطيته إياه، هل هو نص ساعة ولا هو ثلاث ساعات منه جاب لي الامتحان 100. بس هذا الإشي أكثر إشي بحس فيه الأم، يعني قبل المعلم لما بيجيب لها الولد 100، بس بتعرف شو مر عليه بالبيت، شو كان فيه بالبيت، كيف درست أمه بالبيت. يعني بصراحة مبارح في أم اللي أنا علشت بنتها بتقول لي من بعد ما إجت عندك بنتي وصارت تكتب وصارت تقرأ، بتقول لي أنا إسا عشت شفت حياتي، صار في عندي وقت ألعب معها، صار في عندي وقت أطفش معها. يعني بالأول نفس الشيء زي كيف ما أنا حكيت عن ابني، إنه بنتها كانت تأخذ كل وقتها بالبيت بس للدراسة، حتى إنها تجيب هي 100 بالامتحان. بس هذا الإشي عن جد إنه زي ما حكت إنه عن جد بمكئيب، إنه بوجع بالقلب. نعم. موجع بالقلب إنه هو مؤلم. بس لما ابني كبر وصرت أنا تعلمت الموضوع، بصراحة صارت حياتي كمان أنا تغيرت، صرت أعرف كيف بدي أتعامل معاه، كيف بدي أشتغل معاه، كيف بدي أوجهه. وإحنا كمان أنا بدي أحكيها إنه أينشتاين كان عنده عسر تعليمي، طلعوا من المدرسة. صحيح. طلع من المدرسة، شو قالت له أمه؟ قالت له أمه أنت طلعوك من المدرسة. قال لها لا، طلعوني من المدرسة. قالت له أنت طلعوك من المدرسة لأنك أنت شاطر كثير كثير، ودعم أمه وصل لمخترع. وهاي كمان أنا بدي أحكيها للأهالي إنه إحنا لازم نكون داعمين لأولادنا، لو شو بكون الولد بأي عسر بأي صعوبة عنده، احنا لازم نكون داعمين له، نعرف وين بدنا نوديه، نعرف وين بدنا نوجهه، ندعمه بالبيت، ما نحطوش. سمعت استاذ علي، يعني مستقبلك كمستقبل اينشتاين ان شاء الله. ايش انت احلامك لما تكبر؟ اكون مشهور. مشهور بشو؟ مهندس. مهندس. انه اكون مهندس كثير كبير. طيب نائلة، أريد أن أسألك، يعني عندما يعني نحن نشاهد هنا علي ويوجد الكثير من الطلاب التي تعاني وتواجه هذه المصاعب كعلي، أنت مشخصة في حال بعد التشخيص، بعد عملية التشخيص، ما هي الخطوات التي تبدأين فيها في المعالجة؟ هو صراحة بتعلق بالأهداف اللي احنا بنحطها. يعني احنا مثلا بعد التشخيص انا مثلا بوجه الأهل جلسة هدف التشخيص، لأنه بتعلق احنا بنحكي كمان في مرحلة الثانوية في ملائمات، في تشخيص مثلا في جيل صغير اللي هو بحاجة لفهم إدراكات الطالب، كل الطاقات الكامنة داخل الطالب. فبتعلق بعد التشخيص. طب التشخيص احنا
منحدد وين بالضبط المشكلة. هي مشكلة بالذاكرة، هي بالاستيعاب السمعي، هي بالاستيعاب البصري. كمان منحدد نقاط القوة، أي خلينا نقول جانب طاقات كامنة هي مضيئة لهذا الطالب اللي ممكن تساعده من خلاله، من خلال هاي الطاقة الكامنة أي مجال هو. فإحنا بنحكي عن رنين، بنحكي عن كل إنسان له جانب اللي هو ممكن يبكى فيه أقوى من جانب، وخلينا نقول قنوات، خلينا نقول قنوات سمعية بصرية، هذه هاي ممكن تساعد. يعني مثلا في طالب اللي ممكن يدرس، وإحنا شخصنا طلاب، ممكن طالب تدرس وحتى موسيقى، فعندها مشكلة في الإصغاء والتركيز، بس إذا حطينا موسيقى هي بتقدر تدرس. أنا أعترف أنا من هذا النوع. بالضبط. فإحنا منشخص وين وين القنوات اللي هي مضيئة لهذا الطالب، حتى منها نخرج لطرق العلاج. هسا طرق العلاج هي عديدة، مثلا بالقراءة في استراتيجيات مخصصة للقراءة، بالحساب أو بالرياضيات في استراتيجيات خاصة للحساب، في التنظيم أحيانا طالب عنده مشكلة في التنظيم، تعطيه هو قراءته جيدة سلسة، طلاقة في القراءة، مشكلة في فهم المقروء. في فهم المقروء هو عنده مشكلة، لأنه عنده مشكلة أصلا في التنظيم، تنظيم التفكير. يعني إحنا بنحكي في ناس اللي عندها مشكلة في التنظيم العادي في الحياة، وفي ناس تفكيريا هم مشتتين، بيعرفش منين يبدأ بالقطعة، منين يخرج، منين يحلل القطعة. فإحنا بنعطي استراتيجيات اللي هي القوالب الذهنية، نحكي عن مخطط ذهني وأنا يعني من تجاربنا. أسألك نائلة ويسرى، أيضا في المدارس العربية يوجد صفوف للتربية الخاصة طبعاً. هل الطفل الذي يواجه صعوبات تعلمية هو الطفل الذي يعني يوضع أو يكون في أو ينسب لهذه الصفوف، لأنه هذا هو الواقع اليوم؟ تفضل. فيش مشكلة. لا طبعا، لأنه إحنا صف الصف اللي أنت حكيت عنه هو صف للأولاد اللي عندهم تخلف عقلي، بينما الأولاد اللي عندهم عسر تعليمي وقدراتهم متوسطة أو فوق المتوسطة، قدراتهم العقلية سليمة 100%، بس بيعانوا وهذا ما لا يدركه المعظم، بيعانوا من اضطراب في الجهاز العصبي. طبعا بعرفش إذا مناسب أحكي ولا لا، عندنا إحنا العقل مكون من هيموسفير ثنتين، صح ولا لا؟ طبعا. أختنا قال مكون من هيموسفير ثنتين. الأولاد اللي عندهم عسر تعليمي بكون عندهم بس اضطراب بالجهاز العصبي بمنطقة اسمها بروكا. إسا عند الأولاد اللي عندهم تخلف عقلي هذاك إشي ثاني بالمرة. إحنا بنحكي عن الأولاد اللي عندهم معدلاتهم فوق، يعني فوق الوسط، يعني قدراتهم العقلية سليمة، عندهم بكون الآي كيو من 90 وفوق. حتى في كمان يعني أنا زي ابني كان 105 عنده الآي كيو، يعني المعدل طبيعي، بس هن عندهم اضطراب في الجهاز العصبي. وقت بقولوا عنه مرض، أنا بصراحة الإشي بيوجع القلب، مش اضطراب، مش مرض ومش تخلف عقلي، بس اضطراب بالجهاز العصبي. طبعا ممكن نضيف هون ست رنين، إنه موضوع إنه إحنا المنظومة في إسرائيل، منظومة المدارس عنا هي فيها مشكلة معينة، لأنه إحنا في عنا صفوف تطويرية في داخل مدرسة عادية. هذا الصف التطويري أحياناً بيجي عنا، طبعاً في عنا إحنا مناطق لواء حيفا، لواء المركز، لواء، في عنا مناطق، وهذه يعني الطالب ينسب للصف حسب المنطقة اللي هو بيعيش فيها إذا توفر ذلك. طبعا المجالس المحلية أحيانا في ميزانيات، لأنه إذا بدي أنقل أنا طالب وعسر تعلمي لمدرسة اللي هي فيها بس متخصصة لعسر التعلم، يعني أنا بشتغل في مدرسة اللي هي متخصصة للعسر التعلمي، كل الطلاب هم مشخصين بالعسر التعلمي، هذه المدرسة هي يعني لا يعني على من تقع المسؤولية؟ يعني دعيني أقول لك، إذا تكلمنا عن داخل إسرائيل يعني من الواضح أن المجتمع اليهودي داخل إسرائيل لديه الكثير من الأدوات وطرق معاملة هذه الصعوبات، خاصة في المدارس وعند المدرسين. لماذا لا نرى هذه الطرق أو هذه الطريقة من المعاملة في المدارس العربية داخل إسرائيل؟ على من يقع اللوم؟ على الحكومة الإسرائيلية، على المجتمع العربي، على المدرسين، الأهل؟ أنا صراحة يعني من وجهة نظري أنه المسؤولية تقع على الجميع.
يعني إذا إحنا بنحكي عن منظومة، بنحكي عن مجتمع، بنحكي عن مؤسسات، الجميع يتحملون المسؤولية في ضياع أي جيل، لأنه إحنا كأهالي، أنا إحنا دوائر بنكمل بعضها. يعني المؤسسة كمؤسسة رسمية، الأهل كمجتمع أو والمجالس كمؤسسة، إحنا بنحكي عن دوائر بتكمل بعضها. إذا الدائرة كان فيها دائرة من الدوائر كان في خلل معين، كان في عدم دعم، كان في عدم اكتراث لهذول الطلاب اللي هم نسب هائلة إحنا بنحكي، فبده يكون في فجوة في العلاج واستكماله ودعمه. يعني إذا إحنا بنحكي حتى أنا شخصياً ألوم هل هناك تغيير في السنوات الأخيرة؟ أنا أشعر، يعني بصراحة أنا أشعر بتغيير، أشعر بمجتمع أنه عم بوعى، يعني أكثر وعي، أكثر وعي من ناحية أهالي، من ناحية كمان مدارس. ولكن نرجع ونقول أنه إحنا حتى المدارس بحاجة ل يعني خلينا نقول أخذ الجدية في أنه ندعم هذول الطلاب بشكل نائلة كبير. نائلة تغس أبو شقرة، مشخصة ومرشدة تربوية، يسرى عبد الغني، أخصائية ومعالجة العسر التعلمي، علي الرائع الذي يعاني من هذه المصاعب التعلمية، بدي أشوفك أينشتاين إن شاء الله. شكرا لكم. بعد أعزائي المشاهدين نصل لختام حلقة أخرى من برنامج المرآة، إلى اللقاء.